صباح الخير عليكم. هذه واحد الدورة شرفية لمن السي عمر اللي بغى يدير واحد الزيارة. حسي عمر اهلا الله تصحاب العربي صافا بخير. دخلنا على الدراجة خويا. الدراجة هذه هواية من الصغر ديالي، بالنسبة لي متنفس لأنك كتبعد على داك الجو ديال المدينة ولا بوليسيون، وكتنسى الخدمة وتحيد بها الستريس. زعما هو حتى بالنسبة للناس اللي كيستعملوا الدراجة ماشي ضروري أنك تكون زعما شي أتليت صحيح ولا تكون عندك الفيزيك صحيح، زعما باش أي واحد يمكن ليه يدير الدراجة. وبيان سير مع الممارسة كتولي سهلة وتقدر تضرب مسافات كبيرة زعما عادية. هي موت على أنك كتشوف الطبيعة والبيزاج متعة بصراحة، متعة الدراجة. السلام عليكم سي العربي، لاباس عليك؟ اش يمكن لك تقول لينا على الدراجة؟ تفضل. المهم انا ودراجتي عايشين في الهواء، حتى
تبارك الله. المهم الدراجة شي حاجة زوينة، كنت جربتها لقيت فيها واحد المتعة هائلة بزاف بزاف، من ناحية بدنيا جسمانيا وجانب الصحي، تتمارس الرياضة بخير سيرتو الركابي والرجلين، العضلة بصفة عامة، كاين الرؤية ديالها واحدة الرؤية جميلة، كاين عاوتاني الجانب الأساسي وهو تشوفو المرافق، تشوفو الناس، تجي تهضر مع الناس، تلقى معاهم في الطريق، وتتكلم معاهم، تتستافد وتستافدو. المهم الدراجة حبيتها شي حاجة اللي فورميدابل الدراري هذا. ايوا بالصحة وتا حنا كنحبوك السي العربي. الله يسركم هادي العزيزية. لا مار سول ميرنا هذا السردين 260